لا شيء يوقف انتشار الكوليرا أو حتى يحد من تفشيه، هذا ما تقوله الأعداد المهولة والمستمرة في الارتفاع لعدد ضحاياه. فخلال يومين فقط سجلت 14,000 حالة يشتبه إصابتها بالوباء بحسب منظمة اليونيسف، التي قالت إن عدد الوفيات وصل إلى 473 حالة، وارتفعت الإصابات إلى 52,000 في 18 محافظة يمنية. اليمن وضع شديد الخطورة، وخاصة في بعد ظهور الوباء الجديد أو الموجة الثانية من وباء الكوليرا. الموجة الأولى ابتدت في شهر أكتوبر الماضي وانحسرت في شهر فبراير، وعلى مدى 4 شهور كانت حوالي 26,000 حالة تقريبا. هذا الوباء ابتدى من 27 أبريل لحد النهاردة أكثر من 38,000 حالة. فالوباء شديد جدا بشكل غير منتشر بشكل غير مسبوق. منظمة الصحة العالمية وفي آخر تقرير لها قالت إن أكبر عدد للحالات المشتبه إصابتها بالمرض سجلت في صنعاء بما يزيد عن 12,500 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 63 حالة بالرغم من جهود المنظمة الدولية فيها. لتليها محافظتا حجة وعمران كونها محافظات نائية تفتقر للخدمات الصحية بحسب تقرير المنظمة. المحافظات الجنوبية أيضاً والتي تعتبر أقل تأثراً بالوباء سجل في محافظتي عدن وأبين 28 حالة وفاة، فيما سجل في مأرب حالة واحدة. وبالرغم من أن منظمات عديدة أعلنت عن إدخال مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة الكوليرا، إلا أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية لا زالت تعاني من نقص حاد في الأدوية اللازمة بمكافحة الوباء، لتظهر الفجوة في السيطرة عليه بشكل مقلق.